علي، انت شو عم بتساوي هون؟ عم واجه مشاكل الحياة لوحدي، هيك قال لي الأستاذ فرمان. ما بقدر نازلي، لازم كون لحالي. تمام، معناها خليك لحالك. كيف رح يصير هالشي؟ انا ما رح احكي بنوب، بوعدك. أنا اشتقت لك كتير. وأنا كمان. ما عم نقدر نكون لحالنا، ما هيك؟ صح، ما في وقت منه. معك حق، أنا ما قدرت إني أعطيك حقك. علي، في مجال ما نحكي بهالأمور هلا؟ بس ما قدرت أهتم فيك منيح. لا تقول هيك علي، أنا مبسوطة كتير معك. بس طيب ماشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.